السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في هذا البرنامج الشهري بإذن الله، لقاء ائتلاف شباب الرحمة. ومع لقائنا الأول نبدأ بحمد الله. الحمد لله سبحانه مالك الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، الذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الذي علمنا كما جاء في الطبراني في الكبير وروى الحديث ابن ماجه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نبدأ أيها الأحبة أول هذا اللقاء بقولنا: بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي. أحبائنا الكرام، لقاؤنا الأول نحاول جاهدين من خلال هذا اللقاء واللقاءات الأخرى أن نرفع الغمة عن الأمة ونتحدث في القضايا المهمة. نرحب بدعاتنا وعلمائنا، لقد جمعنا لكم الزهور وجمعنا لكم الورود من الرحمة. نبدأ بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، مرحبا بكم. الله يبارك فيك. صح، أسعدك الله وبارك الله فيك. فيك وشيخنا الحبيب دكتور غريب، أسعدك الله وبارك فيك. أهلا بك شيخي. وشيخنا الحبيب الشيخ علاء سعيد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. أهلا وسهلا شيخ أمين، أسعدك الله. ربنا يبارك فيك. شيخنا الحبيب شيخنا الشيخ أحمد جلال، بارك الله في عمرك يا رب. الله يبارك فيك رب، جزاكم الله خير. وتحياتنا لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الصاوي، مرحبا بكم. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك. يحفظك شيخنا. ودكتورنا الدكتور محمد علي، بارك الله فيك ونورت اللقاء باذن الله. اهلا بك شيخ. ايها الاحبه الكرام في كل مكان، نبدا حديثنا باذن الله مع شيخنا المبارك الشيخ امين الانصاري. نستهل هذا الحديث برسائل مهمه للامه، رسائل مهمه نريد من خلالها أن نرفع الغمة عن هذه الأمة، وإن شاء الله نحسن الظن في الله. ونبدأ اللقاء مع شيخنا المبارك الشيخ أمين الأنصاري، وهيكون إن شاء الله بإذن الله حسن الظن والثقة في الله. ما رأيك شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحقيقة احنا يعني بنتكلم عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن ما هياش يعني كلمة عابرة، أو طبعا حضراتكم عارفين كلكم إخواني وحبايبي بل وجيراني في سكني، إن حسن الظن يولد الألفة والمحبة ده بين الناس، لكن ده احنا هنأخره شوية. الأمر الأعظم من كده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله عز وجل بينقسم لجزء عقدي إيماني وجزء جزائي. بمعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ده إيمان وعقيدة، وما ينفعش المسلم أبدا يتخلى عنه. بحسن الظن بالله تحل العقد، وبحسن الظن بالله تزول الهموم، وبحسن الظن بالله يقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى. منها قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية أخرى: فإن كان خيرا فله